راديو الأهرام يقدم لسين ولجيم ده جدل قديم واللي عنده سؤال محيره على برنامجنا يشيره سؤال محيره مع نيفين عمارة. أهلا بيكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج سؤال محيره. منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا شغل الإنسان بالقمر، ذلك الجرم السماوي الأقرب للأرض، فكان هبوط نيل أرمسترونج وسيره على سطح القمر بداية لأحلام عديدة تراود البشرية. فهل سينجح العلماء في تحقيق مقولة نيل أرمسترونج الشهيرة اللي وصف بها رحلته للقمر حين قال: هذه خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية؟ فهل سيتحقق حلم الإنسانية يوما ما ونتمكن من العيش على سطح القمر؟ للتقرير اللي نشرته صحيفة نيويورك تايمز واللي اعتمدت في إعداده على خبراء من وكالة ناسا الأمريكية للفضاء حول إمكانية أن يعيش الإنسان على سطح القمر، كانت الإجابة لا، لن يستطيع الإنسان العيش على القمر. فخبراء وكالة ناسا بيروا أنه خلال الـ 12 رحلة اللي أطلقتها الوكالة للقمر وقضى فيها رواد الفضاء 10 أيام فقط على سطحه، قضوا خلالها ما يقرب من 80 ساعة خارج مركباتهم الفضائية. خلال تلك الفترة الزمنية الصغيرة واجه رواد الفضاء العديد من المخاطر، منها على سبيل المثال: 1، أصيب رواد الفضاء بحالات من الغثيان نتيجة انعدام الجاذبية. 2، وجد رواد الفضاء سطح القمر صامتا تماما بسبب غياب الغلاف الجوي، فلا يوجد رياح ولا أمطار ولا تسمع فيه أصوات من أي نوع، لأن الموجات الصوتية لا تنتقل في الفراغ بل تحتاج لوسط تنتقل من خلاله. 3، تعرض زي رواد الفضاء وأقنعتهم لخدوش قاطعة بسبب الغبار الموجود على سطح القمر، كما تسبب الغبار بإصابتهم باحتقان في الأعين والحلق، ووصف رواد الفضاء رائحة الغبار بأنها تشبه رائحة البارود، فغبار القمر حاد جدا كالزجاج بالإضافة لكونه سام. لذلك يرى العلماء أن التواجد على سطح القمر لمدة طويلة قد تتسبب في الإصابة بالتهاب شعبي أو السرطان. ففي عام 2011 أرسلت وكالة ناسا للقمر آلات لقياس درجة الإشعاع، وتبين أن نسبة الإشعاع على سطح القمر تتعدى ما قد يتعرض له الإنسان على كوكب الأرض بحوالي 200 مرة، حتى أن محطات الفضاء القريبة من الأرض بتتعرض لدرجات كبيرة من الإشعاع، حتى أن رواد الفضاء بداخلها يمكنهم رؤية وميض النور وأعينتهم مغلقة بسبب مرور الأشعة الكونية عبر العبصب البصري، فهذه الأشعة تمر خلال الجسم بأكمله وليس فقط العصب البصري. هذه الأشعة الكونية يمكن أن تؤثر على الحمض النووي للإنسان وتعمل على سرعة انقسام خلاياه، مما قد تتسبب في إصابته بالسرطان. كما أن التعرض لتلك الأشعة لفترات طويلة بتصيب الإنسان بالقلق والتوتر وضعف السمع وضعف الإدراك وقصور في الذاكرة، وتتسبب في الإصابة بأمراض عقلية. 4، تضاريس القمر بتعد أشد خطورة من تضاريس الأرض، فسطح القمر مموج للغاية وبيصعب رؤية هذه التموجات بوضوح بسبب اختلاف الضوء على سطح القمر، كما أن الأبحاث أثبتت أن القمر سطحه غير مستقر، فالقمر بيشهد العديد من الزلازل
اللي تصل قوتها إلى 5.5 بمقياس ريختر. أما المشكلة الخامسة فهي النوم، وتأتي مشكلة النوم على رأس المشاكل اللي بتواجه رواد الفضاء. فتعاقب الليل والنهار على سطح القمر لا يحدث كل 24 ساعة كالأرض، بل يحدث كل 28 يوم. وبالتالي فإن قلة ساعات النوم لفترات طويلة بتتسبب في اضطراب الساعة البيولوجية، مما يتسبب في إرهاق وإنهاك رواد الفضاء. 6. درجة الحرارة. درجة الحرارة على سطح القمر في الجزء المعرض لضوء الشمس بتصل إلى درجة الغليان، أي 100 درجة مئوية، وهي درجة لا تستطيع الكائنات الحية تحملها. أما الوجه الآخر من القمر فهي منطقة شديدة البرودة بتصل إلى حد التجمد، لذلك فإن الحياة على سطح القمر تعد مستحيلة. ولأن العلم لا يعرف المستحيل، تم إنشاء مؤسسة غير هادفة للربح لتنفيذ مشروع يحمل اسم The Moon Race، السباق نحو القمر. هذه المؤسسة بتضم وكالة الفضاء الأوروبية والصينية والعديد من الشركات المهتمة بمجال الفضاء. بيعمل علماءها من خلال ذلك المشروع على إيجاد حلول للمشاكل اللي تمنع إقامة وإنشاء مستعمرات للبشر على سطح القمر، حيث يعمل العلماء على بحث إمكانية الاستفادة من القمر في بحوث الفضاء. فيمكن استخدام القمر مثلا كمرصد فضائي لاستطلاع القمر، أو استخدام سطح القمر كمحطة فضائية تقلع منه السفن الفضائية لاكتشاف الكواكب الأخرى، خاصة وإن جاذبية القمر تبلغ سدس جاذبية الأرض، مما ستوفر الكثير من الوقود المطلوب. كما يرى بعض العلماء أنه يمكن إنشاء مستعمرات بشرية تحت سطح القمر داخل أنابيب الحمم المنحوتة تحت قشرة القمر، واللي نشأت نتيجة النشاط البركاني للقمر. في النهاية سيظل حلم إقامة مستعمرات بشرية على سطح القمر قائمة مدام شغف العلماء ومحاولتهم مستمرة. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج سؤال محيره. سؤال محيره مع نيفين عماره.